التجربة دي في حد ذاتها يعني، حتى يعني غير اللي انا استفدت منها او يعني خدت خبرة منها، يعني اني رحت ذا بويز كيدز اصلا دي بعد كده في حياتي هتبقى حاجة مهمة جدا في حياتي وعمري ما انساها. يعني دي حاجة في حد ذاتها هتبقى علامة في حياتي مش هنساها وهفضل فاكراها على طول. بس معرفتي الناس طبعا مشوار شخصي. طب خلينا نتكلم عن مشوار الشخصي، ايه اللي استفدتيه في ذا فويس كيدز غير المستوى الفني كشخصيه فرح؟ دخلتي بايه وخرجتي بايه؟ هل الشهره مثلا غيرتك شويه؟ لا دخلتي يعني مثلا كنتي داخله مثلا شخصيه انطوائيه مع المسرح ومع الاضواء بقيتي اجتماعيه، يعني اكيد غير فيكي حاجه. طبعا انا كنت على طول وانا بغني على المسرح يعني ما كنتش بركز غير في الاغنيه وبس، من غير الحضور. في التجربه دي بقى بالذات استفدت ان انا لازم يبقى في حضور مع الناس، وغير طبعا الغنى يعني لازم حتى ابقى منفعله مع الناس وكده، دي ما كانتش فيا خالص. ايه تاني فيا؟ لا على المستوى الشخصي بقى اتعرفت على ناس جديده وكده. سلام. مين بقى من صحابك اللي بقيتوا قريبين مع بعض صحاب استمر حتى استمرتوا صداقتكم حتى لما كانش في الفريق بتاعك مع نانسي؟ هو فريق نانسي كانوا ميرال ونهايل. فريق تامر كانت هاجر ومروان واحمد بس تقريبا هم واحمد حسين ده يسوف برضه فريقنا، هم دول كانوا اقرب الناس ليه يعني.